يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وهلا وصلنا لفقرتنا يلي اغلبنا وكل الاشخاص بينطروها بنهايه صباحنا يوميا لحتى نعرف حظوظنا وتوقعات الفلك والابراج لنا مع مدام نجلاء اباني. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا نجلاء. صباحكم الخيرات هبه ونور، وان شاء الله ايامكم دائما سعيده. ضلوا دائما بخير. اليوم 20/8 يعني 20 اب، تمنياتي لكم بالسعاده وبالهنا وبالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد متراجعا في برج الاسد، يعني بقي له كم يوم، خلينا نقول ل 25 رح يبلش يلتف متقدما. دائما بنقول عطارد هو كوكب صغير ما بيتراجع وبيتقدم مثل المشتري. هلا المشتري حيتراجع مثلا 7/10 تراجع، بيضله مستقيم تراجعه، اما عطارد فبيعمل قوس وبيلتف متقدما. فلذلك دائما لما ببلش يعمل قوس بخف علينا المشاكل. هلا لسه الامور ما كثير مريحه لمولود برج العذراء الجوزاء، عندهم تاجيل او تاخير، ويمكن مواليد برج الحوت. طبعا المريخ ما زال متقدما في برج الجوزاء. المريخ هو كوكب الطاقه والحماس، الكوكب اللي بيعمل عنا نوع من انواع المتاعب الصحيه. يعني لو كنت من مواليد برج العذراء القوس الحوت فانتبه شوي صحيا بهذه الفترات. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، للحقيقه اليوم مانو ابدا مرتاح، الان متوتر يمكن، او عنده نوع من انواع المحيط الغير مؤيد او غير داعم، يمكن محتاج انه يعني ما يعصب اليوم وما يصطدم بمن حوله. لا تعطي ثقه لمن لا يستحق ولا تغامر، ليس هذا اليوم على الاقل. اليوم في شايف حلم، يمكن شايف منام مولود برج الحمل، او اعصابك مشدوده، حاول الاسترخاء. في مهمات متعبه على الغالب، او بعض المؤامرات حواليك ربما. مولود برج الثور اليوم استقبل ودعا، ما بعرف اذا مسافر ولا عم تستقبل ضيوف ولا عندك لمه شمل ولا نازل عسوق ولا داخل مؤسسة حكومية، بس غالبا في ناس كتير عم بتشوفهم، والحقيقة عم يعملوا لك نوع من أنواع الفرح أو الإيجابيات أو السعادة، أو عم بتمشي شغلك، عم تخلص أمورك، مبسوط بمن حولك. هي هاي الفترات للتعارف بامتياز، لتكون مشغول بأمور اجتماعية وعندك هدوء وعندك ثقة. مولود الجوزاء أنت مانك مرتاح، هاليومين هن الأكثر تعبا بكل الشهر تقريبا، لذلك فعليا لا تصطدم بمن حولك. حاور من يهمك امره بالهدوء، حاول هاليومين ما تكون صدامي مع الاخرين. ما بعرف اذا في حاله صحيه مضايقتك، او غضب او حزن او بعد عن الناس اللي انت بتحبهم، او يمكن نوع من انواع التراجع المعنوي، بس انا بقول ما في مشاكل بهي الفترات لك، في قلق، يعني في شيء قلقك، عم تستنى شيء، عم تنتظر شيء، في قصة مالية عم تتأجل. تراجع عطارد إجباري، أنت كوكبك الأساسي لأنه عطارد، وعم تخلي هذا التراجع حساسيتك تزيد عن الحد الطبيعي. مولود برج الأسد اليوم الأمور جيدة لك، عم تهتم ببعض العوائق الصغيرة وعم تتصلح بالعزيمة، وعندك علاقات عامة تسعدك، يمكن ملاحظات عم تكتبها. تدرك تماماً برج الأسد عدم جدوى الشجارات، عندك ظروف أو تعامل مع الناس اللي حواليك، عم تغفر أخطاء أو عثرات، عندك هيك استجابة لمتطلباتك، أمل يرافقك، عم تزداد شعبيتك. مولود العذراء اليوم أنت اللي مانك مرتاح، في حواليك نوع من أنواع المتاعب، أو لست الأريح خليني أقول، حاول تقبل الآخرين مثل ما هنن. يوم فيه قلق أو كآبة ربما، أو نوع من أنواع إصدار الأوامر أو بعض المضايقات. هلأ متوتر أو ناقد أو محتاج تكون أهدأ بتعاملك مع الآخرين. العلاقات العامة اليوم فيها نوع من أنواع البلبلة أو عدم الاستقرار، بس حط ببالك اللي يحل بالعصبية هو نفسه الذي يحل بالهدوء. مولود برج الميزان تعمل كثيراً اليوم، ونوم الظهر ما فيه، وما بعرف إذا الآن على قصة صحية. اليوم فيه مسؤوليات إضافية للميزان، انشغالات كثيرة، مساعدات قليلة، وممكن يعني نتيجة عمل أو شيء تحس حالك متعب، مكسل، عندك نوع من أنواع الملل. يعني الحقيقة في انشغالات اليوم، أنا ما قلت لا، بس يوم ما نو سيء عموماً. هاليومين خلص شغلك المتراكم. مولود العقرب يوم جيد لك، عم تتصرف بهدوء بمحبة، تلاقي الشمس
يعني هلأ طلعتها بقى من برج الأسد ودخول على برج العذراء كتير رح يريحك، رح يخليك تلاقي حلول داخل على الأشهر الأفضل لك لتكون مقنع. ربما مولود العقرب ليكون عندك فرح، ليكون عندك ثقة بالنفس، فرصة لتحقيق طموحاتك، عم تفتح الحوارات وعم تبتسم وعم بتلاقي نتائج ترضيك. اليوم مناسب للحوار ولتهدئة الأجواء. القوس عنده اليوم نوع من أنواع الحركة والنشاط والعلاقات العامة، حد الأيام الجيدة، بس أنا أعتقد القوس اليوم الآن شوي من قصص ممكن تكون عائلية، من أخطاء ربما، ما بعرف، في شيء حواليك بحاجة لإعادته لمكانه المناسب. يعني أحياناً نحن هيك منزيدة شوي، خاصة القوس أنت ناري فدائماً متطرف شوي أو عصبي. اليوم هدي وروق، حاول أن تكون متسامحاً. هلأ في أخطاء ممكن، ماني قلت لا، بس اليوم حاول تتواصل مع محيطك بلطف وما تحمل المحيط حواليك أخطاء ليست ذنبه. مولود برج الجدي اليوم عنده حركة ونشاط وعلاقات عامة، فرح ربما، واليوم في حركة سريعة للجدي، في فرص عاطفية مهنية، حاول تغتنم الفرص، لقاءات ربما، دعوة، مناسبة، نوع من أنواع السعادة، زيارة أو تواصل. أبداً مو قاعد لحالك مولود برج الجدي، قاعد مع ناس غالباً أنت بتحبهم، علاقاتك مع أصدقائك مثمرة، واليوم في قصة ممكن تلاقي لها حلول. برج الدلو غالباً عم بيناقش بعض الأمور المالية، وحاول تضلك بالحدود الدنيا بأمورك المتعلقة بالمال. أنت حدا بيتمتع بالرفاهية لإله أو لمن حوله، بتصرف يعني حيث لا يجب، بتصرف حتى على الكماليات أكثر من المطلوب على كل. يعني برج الدلو الحياة إذا بتقوله تعم بدل الغسالة بفضل يروح يسافر على اللاذقية أفضل ما يبدل الغسالة اللي ممكن هو صار له فترة عم بيصلح فيها. يعني مو أولوياته، أولوياته الرفاهية، دللوني. فالأمور جيدة بالنسبة لك بالفترات القادمة. حوت اليوم القمر ببرجك عم بيخليك سعيد، أغلب الكواكب بمكان جيد. أنا بقول الأسبوع القادم أمورك جيدة جداً مولود برج الحوت، عندك حماس تنهي أعمالك، تبث عواطف، عندك قصص هيك العلاقة بإيجابيات، أحد أفراد العائلة ممكن يعمل لك سعادة أو فرحة. المهم أنك عم تتحكم بحياتك، ذهنك متقد ومبتسم وترفض التعب. مولود اليوم مولود 20، كل عام وأنتم بخير، يجعل أيامكم دائما سعيدة. صاحب حيوية لافتة وضحوك مولود اليوم، يقول كلمته بصوت عالي جريء، من الأشخاص اللي بحالات صفاء وهدوءه بتحبه، بتحسه رايق هادي ضحوك، جلسته ظريفة، له صفات مميزة، طموحات غير عادية، يكره الروتين، ليس أنانياً، محبته للآخرين كتير واضحة، بيوقف جنب أصدقائه وقفة الصديق الوفي، شخص بينقذك دائماً من كسل أو تكاسل، ما عنده هذا الكسل، قد يفشل أكثر من مرة لكن بالمجمل بيكمل حياته بنجاح ملحوظ، ما عنده مشكلة يغير عمله. مع مولود بيعرف كيف يطوي صفحة ويفتح صفحة جديدة ويتعلم من تجاربه. طبعاً السنة بالنسبة له سنة كتير مهمة وإيجابية، فيها دفى وراحة على الغالب، فيها يعني فئة هيك ارتباط ربما أو سفر. يعني أنا بظن السنة القادمة كلها وليس المتبقي من السنة عندك تحقيق أمنية ممكن تكون مفرحة بالنسبة لك. الله يقدم لكم في الخير ويفرح قلوبكم. رسائلكم أكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا، وحاولوا تكون رسائلكم في يوم شهر سنة واسم. نور بنت فاطمة 97، أمورك جيدة جدا يا نور، ما عندك شيء سيء صحيا. وعلى كل، إذا في شيء قلقك على المستوى الصحي فاستشيري أخصائي، بلكي هو بيطمنك على كل الأحوال. حدا عم بيقول لي ما قلت برج السرطان، برج السرطان اليوم مبسوط وسعيد وعلاقاته إيجابية وجيدة، وهي الفترات بلشت أموره تترتب، فيما لو أنه أنا ما قلته. سدرة عم تسألني عن أمورها، أمورك جيدة جدا يا سدرة، بس هلأ لبلشت فما كثير تقلقي، أنا بيخطر لي رح تقفلي السنة بأفضل مما بدأت إذا أراد رب العالمين. محمد مصطفى سليماني، سدواتك يا محمد،
محمد كانت سنة متعبة والله، كانت سنة متعبة جدا، وحتى أمورك المالية ما كانت تمام، كل شيء عم يجي كان عم بيروح بدون ما تمسكه بإيدك. هلأ لا، الأشهر القادمة أفضل بكتير على الصعيد المالي. هلأ أنت من الأشخاص اللي إذا عملت تقبض، يعني مانك من الأشخاص، في ناس هيك مرزوقين مثل ما بيقولوا، أنت مرزوق لكن من عملك، فأمورك جيدة على هذا الصعيد. دلع بنت شذا، يسعد أوقاتك يا دلع، والله الأمور جيدة بالنسبة لك، خاصة على المستوى الدراسي، سنة كتير مهمة لك، وماني قلقانة عليك، عندك شهر بياخد العقل، استفيدي منه إذا بيعني لك هذا الشهر لنتائج عموما. ازدهار، يسعد أوقاتك يا ازدهار. ازدهار هذا شهر متعب، هي كسنة سنة جيدة والله وإيجابية وفيها تغييرات، بس هذا شهر متعب ليس الأفضل. معلش استحملينها للشهر الجاي، بدك لسه ل 15/9، بس من بعد 15/9 بتبلش الحظوظ تساعد ورح تقفلي السنة إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأت. قصي عم بيسألني عن أموره، يسعد أوقاتك يا قصي، شهر قادم بياخد العقل. يا قصي ما توصل للعاشر بدون ما يكون عندك قصة مهمة مبارك لك فيها، حظوظك مساعدة جدا جدا. رشا بنت منار، يسعد أوقاتك يا رشا، كل شيء عاطفي جيد جدا وخاصة الشهر القادم، عاطفيا ماليا. حلا بنت زينب، يسعد أوقاتك يا حلا، حلا أمورك جيدة جدا لكن شهر متعب مضيتي فيه. هلا هذا الشهر وسط، يعني طلعتي من شهر متعب جدا لشهر وسط ماشي الحال، الشهرين القادمين بقى بياخذوا العقل بالنسبة لك، وغالبا حاملي لك نوع من أنواع التغيير. كمال ابن صفية، يسعد أوقاتك يا كمال، والله الأمور جيدة جدا لك يا حبيبي، عندك سنة مهمة وإيجابية خاصة عاطفيا ماليا. هلا ممكن تحمل سفر إذا على بالك أو عروض بسفر. إسراء عم تسألني عن أمورها 2002، إسراء أمورك جيدة جدا وإيجابية وعندك سنة بتاخد العقل. يا ستي أنا رح راهنك إذا أراد رب العالمين أولا وأخيرا إنه ما رح تختمي السنة إلا بمبروك مبارك لك فيها. اختاري لك حلقة مبارك لك فيها تكون موجودة نور وهبة، تمام؟ عشان نذكرها فيها. يسعد أوقاتك، شكرا كثير لإلك يا ودك يا نجلة. وهلا مشاهدينا رجعة أخيرة لعند الشيف بوشة لحتى نشوف طبقنا بشكل نهائي.